ليان مبابي يدافع عن أشرف حكيمي أمام المحكمة ويكشف الحقيقة أمام الجميع. حقا مبابي صديق مخلص، لقد نال احترام الجميع. انظر ماذا قال بعد أن قامت السلطات الفرنسية باتهام صديقه ورفيق دربه أشرف حكيمي بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية. خرج كيليان مبابي عن صمته أخيرا وقرر بأن يذهب إلى المحكمة التي مثل أمامها أشرف حكيمي ليشهد بالحق ويقول ما يملى عليه ضميره. هذا ما كشفت عنه صحيفة أورانج الفرنسية، حيث أوضحت بأن كيليان مبابي ذهب إلى المحكمة التي مثل أمامها أشرف حكيمي وقال مبابي للمحكمة: جئت اليوم لكي أقول كلمة حق، لست من دينه ولا هو من ديني، أنا مسيحي وهو مسلم. منذ أن تعرفت على أشرف حكيمي والتقيت به الأول مرة وحتى الآن لم أرى أبدا في سلوكه شيء يدل على أنه ارتكب هذه الواقعة، هو ملتزم دينيا، أراه يصلي دائما، حتى قبل أي مباراة لباريس سان جيرمان أراه يمسك القرآن الكريم ويقرأ فيه ويصطحبه معه إلى غرفة الملابس، وعندما ندعوه أنا وأصدقائي للسهر معنا يمتنع عن شرب البيرة لأنه يقول بأنها محرمة في دينه، وعندما تسلم عليه أي فتاة من الجمهور لا ينظر إليها، يتحدث إليها وينظر إلى شيء آخر. لم أقول هذا الكلام لأنه صديقي ويلعب معي في الفريق، أنا أقول الحقيقة، هو يفعل ذلك دائما. هذا ما قاله الصديق المخلص كيليان مبابي للمحكمة. فضلا عزيزي المشاهد، إذا كنت أنت أيضا ترى بأن هذا اللاعب الخلوق مظلوم